GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل تاني البروجكت بتاعنا وهو السيمبل ايمج جالري. هعمل سيمبل ايمج جالري ودي النتيجة النهائية لو عملت تيست، هيبقى حاجة زي كده، حاجة بسيطة جدا ما فيهاش اي ادفانسد حاجة، بس شوية اكواد اكشن سكريبت هنتعلمها مع بعض، حاجة بسيطة خالص بنحطها في حالة معينة نبدأ نعمل الجالري بتاعنا بالطريقة دي. طيب خلينا نشوف الموضوع ايه. هعمل كنترول ان وملف جديد، وهيكون العرض والطول بتاعه بنفس عرض والطول بتاع الايمج بتاعتي، فانا مخليها 590 في 300، والفريم ريت ماشي 24. نخليها بالطريقة دي. هنعمل ايه؟ اول حاجة بعمل الباك جراوند، هسمي دي بي جي باك جراوند، وهاجي مثلا اقول له حط لي البي جي دي تمام، واروح جاي معدل اللون ده لدي مثلا، ونخلي دي 590 في 300، طبعا بتفتح القفل، ونخليها في نص الاستيدج بالظبط، وده البي جي. كمان واحدة هنقول سم بي جي، دي البي جي او الباك جراوند بتاعت الثامنلز او الصور اللي تحت صغيرة. فباجي مثلا بروح اعمل له واحدة تانية واخليها كده، نفس الحكاية 590 مثلا في 40، لا 40 صغيرة، 50 او 60، خليها في النص. بعدل على اللون وبخليه اغمق شوية، مثلا دي، واخلي اللون ده حاجة كده، ونقول له اقفلها لي واعمل لي واحدة تانية، ونقول له بقى الثامبلز بتاعنا. مش عارف انا عمال اسيف ايدي واخدة على التسييف. هو عندك البروجكت كامل هنا ممكن ترجع له. الثامبلز هنجيب امبورت لكل الصور تو ستيج، ونجيب في الوركينج فايل هتلاقي الثامبلز جوه والايمجز جوه بالطريقه دي كده. هناخد الثامبلز دي الهايت بتاعها عامل 41 ماشي، عندك دي كده كلهم نزلوا ورا بعض. فنخلينا مثلا نسحب كده واحدة واحدة، هم 7، نخليهم كلهم بسوا بعض، وبعدين نضغط على ده عشان نفردهم على الاستيج كله بنفس المساحة. كويس، نيجي على البي جي دي، عايز اصغرها شوية واخليها 50، واجي انزلها تحت خالص. اوكي، يبقى انا عملت كده ايه الايمجز بتاعتي والباك جراوند بالطريقة دي. خد بالك بقى معايا، نيو لاير، وهعمل لاير اسمها لودر. اللاير اسمها لودر دي هحط فيها حاجة اسمها كومبوننت، ويمكن ده شرحناه في درس الكومبوننتس. في حاجة اسمها يو اي لودر، هيجي هنا واخلي المساحة بتاعته بنفس مساحة الاستيج بتاعي، واخليه في النص. طبعا اللودر ده هخليه تحت عشان يظهر تحت ايه، يعني الصورة اللي اختارها هنا تظهر هنا تحت الباك جراوند والصور دي.
وهسميه الانستنس نيم بتاعه اسمه لودر. وهاجي هبدأ بقى احول كل ثامنيل ل لموفي كليب وهديه انستنس نيم. ممكن تحوله لبوتونز عادي، بس انا هحوله لموفي كليب عشان عندي هدف اقول لك حاجه كده، يعني ايه تحول الموفي كليب لبوتونز ازاي من داخل الاكشن سكريبت. اف 8 خلينا على سيمبل 1 2 3 هما 7. اول واحده هقول عليها image 1 underscore mc صار movie clip. هقول 2 3 4 6 وآخر واحدة اللي هي 7. يبقى أنا عندي كده الأوبجكتات بتاعتي كلها سميتها وتمام التمام وزي الفل. طيب انا هاجي بقى على اللودر ده، هو عايز مني كبدايه الصوره اللي انت عايز تخليها رقم واحد. انا همشي من الشمال لليمين زي ما احنا كنا ماشيين من 1 2 3 4، فالمفروض ان دي هي اللي ظاهره دلوقتي باي ديفولت. لما اجي اضغط عليه بلاقي السورس، بقول له الصوره دي موجوده في الايمجز واسمها تديله الباث بالظبط image1.jpg. انا لازم اسيف، تمام، اسيف الملف هناك هنا مثلا في simple image gallery في الوركينج فايلز، وهسميه وهحفظه كده علشان السورس بتاعي بتاع الملف ده يترمي في نفس الباس بتاعي. وبعدين بروح جاي اعمل كده بلاقي الباس اتعمل. جميل قوي. انا عايز بقى اكتف ده اكتف دول عشان ابدأ احط الصور بتاعتي، ولما اضغط ضغطه الصورة بتاعتي تظهر. تعال اكتف دول، افتح اللير بتاع الثامنلز وبعدين دي المفروض انها اسمها ايه، ايمج مش عارف ايه، ايمج 1 اندرسكور ام سي. هاتها كنترول سي وهات لي واعمل لي فوق لير جديد اسمها اي اس 3 او اكشنز، وافتح شاور كده عليها وافتح لي بقى ايه الاكشن سكريبت. اول حاجه هحطها هقول له خلي لي الموفي كليب ده لايه لبوتونز، يعني اظهر لي الايد عليه. بروح قايل له الانستنس نيم، بعمل كولينج للاوبجكت ده او بناداء الاوبجكت ده من داخل الاكشن سكريبت، واقول له بوتون مود يساوي ترو. كود سهل جدا. لو انا جيت دلوقتي عملت تيست هتبص تلاقي كل ده هو موفي كليب عادي، بس اللي هناك اتقلب مين؟ اتقلب بوتون بالطريقه دي. كويس. نفس الحكاية بالنسبة لكل الأوبجكتات اللي أنا هعملها. 2 3 4 5 6 7 سطور أهي، حتى كمان مسهلها لك. وتروح جاي واخد له ده كل ده كوبي وتقول له الانستنس نيم بالظبط. طبعا في طريقة تانية عشان تنزل البوتون على كل ده، بس خلينا في الطريقة السيمبل او المبتدئة شوية.
6 7. جميل قوي كده، انا خلصت كل ده. هيقرا لي من مين؟ اللي هو بوتون. تعالي طاوم كده، دي بوتون بوتون بوتون، كله اتقلب لي بوتونز. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده عايز ابدا ادخل في اللودر ده الايمج بتاعتي واربطه بمين؟ بكل واحده من دول. جميل قوي. طيب هتختار اول واحده وتروح على الكود سنيبتس وتختار حاجه اسمها ايفنت هاندلر وبعدين ماوس كليك ايفنت. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هتعمل ايه على الماوس لما اضغط عليها. تحط له اي كود في الدنيا كلها انت عارفه، دبل كليك وبنزل لي كود كده. جميل. هاخد الكود ده عشان هو عمل لي لير تانية اسمها اكشنز باي ديفولت زي ما اتعلمنا، وروح جاي رايح له في اللير بتاعتي واروح فاتح له دي بقى كده. هاخد سطر تنظيمي واروح جاي لازق له في خلقته مين؟ الكود بتاعي. طبعا مش عايز الانستراكشنز دول. المفروض ان الكود بتاعي هكتبه هنا، يعني بقول لك انت هتعمل ايه لما اضغط بالماوس على الاوبجكت ده. والله انا هقول له انت اللودر بتاعك اللي احنا سميناه الانستنس نيم، السورس دوت سورس بتاعه بيساوي علامتين تنصيص وكوتيشن او سيمي كولم انتهاء سطر برمجي، واقول له على اول واحده اول ايمج الباس بتاعها ايه؟ ايمج او هي كانت ايمج ولا ايمجز؟ ايمجز. واقول له ده هيبقى ايمج 1، هنادي على ايمج 1 دوت جي بي جي طبعا الامتداد بالكامل. جميل. وبنفس الطريقة بقى كل الاوبجكتات دي، بس خد بالك انا هعملها بطريقة صح. اصحى معايا بقى، دي كده سطر تنظيمي واروح جاي اخد ده كوبي. طبعا انا خدت مين؟ ايمج 1 اندرسكور ام سي، لا عشان هسميها الايمج 2. وهغير مين؟ اسم الايه؟ الفانكشن دي لازم بخليها 1 بس، وهنا كمان خليها 1 لان هنا اسم الفانكشن متكرر. تمام. واخليها ايمج 2. يبقى انا بقول له ايه؟ البوتن بتاع ايمج 2 خليه يقرا لي مين؟ ايمج 2 الكبيره. نفس الحكايه ايمج 3 ودي خليها 2. خد بالك دايما دايما خد بالك ان الفانكشنز ما ينفعش تكرر اسمها في البروجكت كله، لو كررت اسمها يديك ايرور على طول. image 4 وهنا سميها 3 ودي هتنادي على image 4 جوه وبعدين 5 أربعة أربعة، وهنا هتنادي على الإيمج رقم 5. حبيت تخلي اسم الفانكشنز يعني 5 زي 5 كله ماشي، أربعة يعني اللي أنت عايزه، المهم ما تكونش مكررة. الفانكشن هتلاقيها دي هتاخد رقم 5 على الأوبجكت 6 وهنا الإيمج 6 اخر واحد بحطها على وانادي على الاوبجكت اللي هو البوتون 7 واخلي اسم الفانكشن 6 6 ودي 7. حلو جدا. تعال نشوف نقول ايه بقى دلوقتي بالراحه كده. عملنا الايمج كلها بوتون مود كانها بوتونز، وبعدين ناديت على كل ايمج قلت له لما بتضغط على الايمج دي او الاوبجكت ده اظهر لي الايمج دي في الباس ده.
اكشن سكريبت سهله يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه خالص، بس محتاجه شويه تركيز بسيط. هنا في ايه؟ بص هنا في على طول مين، خطأ. لو ضغط دبل كليك هنا هبص الاقي هنا في حاجه. بص هنا نسينا اندر سكور. جميل، يبقى وصلنا كده. تاني واحدة، تالتة، رابعة، خمسة. مظبوط مظبوط. طبعا انت مرتبهم وعارف انت بتنادي على مين، يعني دي ايمج 1 يبقى هناك 1، 2 يبقى 2. يبقى كده احنا وصلنا للنتيجة النهائية للبروجكت ده، ودي كانت السيمبل ايمج جاليري بدون اي حاجة. طبعا الادفانسد بتاعها هيكون بالاكس ام ال، ممكن تحط هنا لودر بقى وتلاقي خليها لوحدها تعمل لوبس او تشتغل كلها، بس ده بادفانسد كود شويه باكواد اكشن سكريبت 3. وممكن كمان تعملها السمنال ده بالكامل او البروجكت ده كله بالاكس ام ال. يعني معنى الاكس ام ال يعني اللي انت بتستدعي كل حاجه في البروجكت ده من بره الملف عشان حجم الملف يبقى صغير. اتمنى اكون وضحت الفكره، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.